السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة ليفربول أمام أرسنال اليوم بإذن الله تعالى الأربعاء 16/3 مارس 2022، مباراة مؤجلة من الجولة 27 في الدوري الإنجليزي الممتاز. هي دي مباراة ليفربول المؤجلة. أرسنال في مواجهة ليفربول مباراة قوية اليوم بإذن الله تعالى الأربعاء الساعة 10:15 مساء أو 10:15 دقيقة مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة بعد الساعة 11:15 مساء و11:15 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن. المباراة بعد الساعة 12:15 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 9:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 8:15 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قررنا كل المباراة متابعينا الكرام، قناة بين سبورتس اتش دي 3 بريميوم التالتة بريميوم، معلق المباراة عصام الشوالي المتألق، ملعب المباراة ملعب الإمارات، الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنسبة لباقي القنوات الأجنبية الأخرى نقل المباراة منها سكاي سبورتس من إيفنت يوكي، سوبر سبورت اتش دي 2 ألب، سكاي سبورتس بريمير ليج يوكي، بين سبورتس كونكت وسبورت سوبر سبورت بريمير ليج. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.